شبهك خسارة مطبيتك غدارة كلاكساني كلاكساني ليش كلاكساني كلاكساني صافي انا غنكني على هذيك لاكشاني كلاكشاني. السلام عليكم الخوت، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير ومرحبا بكم في فيديو جديد. المهم الخوت، قبل ما نبداو ما تنسوش تخليوا لي لايك للفيديو، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وتفاعلوا الخوت مع الفيديو، وخليوا لي تعليق زوينه ديالكم. يلا نبداو. بلاتي بلاتي بلاتي، صبر صبر صبر، بوقوصة عليك بوقوصة، مسرارة عليك مسرارة. لا بوقوصة عليك، والله إلا بوقوصة، على القلدة صافي، أش غنقول لك جدة، الله يرد بيك وبينا، وحشمي غير على السن ديالك. الميك أصاحبي بحال الجن ميك، هذي مصيبة كاملة، أنت ما تبغيش الواحد اللي يبقى درويش، تبغي الطاغية، كون واحد طوغي. فرعون عاد تبغي الواحد كيكون فرعون تي 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 يودي يا سلام يا جماعة الخير، تخيل نازل كده يودي ماشي غامر بالحياة ديالو صاحبي. شوف انا شدتني الدوخة صاحبي المشطر تيبوظ واحد الله مول طاكسي اديني عفاك بسرعة، دايرة مع واحد الوزير كيتسناني في واحد البرلمان. او ماي جاد لا الوزير لعيت لي قبيله خصهم داكشي من الوسط. اي بلاتي 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 حتش ولينا حتش ولينا تما كصاحبي غتبرزطنا صاحبي غطيعني يا صاحبي. ها راه المترو عندك مترو قسم يا قسم بلاتي راه بلاتي نجيبو المترو باش انا نعرف راسي واش ها راه المترو. هاد خوتنا عالم وحق الله صبر شوف شحال دابا شوف هاد الفيديو كيقسم لك البيض عمري قسم لي المترو قسم على جوج طات سته سته صبر 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 بلاتي في المترو هنا فين زيد زيد نضيعك لا ها راهو المتر وشوف هي الميني متر 12 وجوج ميني ها هاد جات 6 وميني 6 وميني بارت 2 يلا اطلق الصباحي اغسل اسناني بالمرقه والصابوني اش من مرقه دي المرقه جوا الصابوني لا ماشي صابون هذا المعجون والصابوني انا ماشي قبيحه انا انسانه صارمه وكان فرض الاحترام اللي ما كيعطينيش الاحترام منه لراسو كان فرض عليه بزز منه اللي تخول له نفسه انه يقدر يعفط لي على رجليا وما يتعاقبش غلط العين بالعين والسن بالسن والبديع بالله. واش هي الحاجه اللي درتها وندمت عليها؟ واحد النهار مشينا للجديده نقريو وتصاحبت مع واحد البنت درت معها ولد وهربت الله يسمح لي ولكن مسكين من كبر هبل ولا كل معجوز كسبيتو إلياس المالكي شقا هذا صاحبي شقا 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 ناري على مندق مكنسة ترقص. ما تسمية أسود الأطلس محمد التي يتبناها المنتخب المغربي هي في الأصل لو نعود للتاريخ للأصل هي تسمية جزائرية هي تسمية للجزائريين لماذا؟ لأنه الأسد جبال الأطلس التي ينسب إليها هذا الأسد. الجزائر تملك تقريبا نسبة 70 أو أكثر بالمئة من نسبة هذه الجبال نعم. لذلك الجزائر أولى بهذه التسمية. لماذا نختار الفنك على حساب الأسد؟ صحيح أن الأسد أصبح غير موجود حاليا في الجزائر. بغيت غير نعرف دابا واش الجزائريين ما عندهم يد غير اللي باليهم ديانات يقول لك لا راه في الأصل ديالهم. شي نهار أنا غادي نكتشف أن أصلي جزائري ماشي مغربي كلشي ممكن. راه لا باقي تجي شي وحدة هي كلها تشكل فخض عندي وتجي حتى لحدايا وتقول لي اختي ندير نيهيم خرجت لي الكرش راه نعطي امك بهادي غوش دروات حتى ما يلقاوك.
والله يكمل عليكم بالخير والله يعمر والله يطمر. دير ليه مقلب الصعب اشتي راجل هذا اشتي رشلي انت لا راسها مسكينة كيتعبها واش شي وحدة كتعنق ليها راجلها شو 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 الديكورة تا قالوا لي راه رجلي شو شو رجلي عاد عاقت راجلي وداك الشيء صافي صافي عيلها مواطي الحبيبة هذا هو راجلها سعيدة مرحبا مش عويدة هذه مش حتى في لبرس العمان دي ربا تجير السحورة هذه أتوما الإخوان شعلت فينا العافية شوف هو الدخان زيد السي مطفي زيد جبر بيش بتاع انا كل ما شتاش كرمتنا شوفوا الخوت شعلت فينا العافية حرقت لنا هالطبلة هيا ولكن شو مشكلة عندنا الطبلة ما بغاش يطول عليك الشيء ما بغيت تعمل دابا تي الله تعني يا رضا بريز كي تفوتي شعل الحوسه هذا والله ما بغيت نعمل لها تي تفوتي شعل نسيت بغيت نقول مسكين الرجل والله ما بغيت نعمل لك شعل والله ما بغيت نطفو بالله يا ماسيو يا ماسيو يا ماسيو غورنان يوغي نول بورو واسو جوجلتي كاتشينان سيبيا انا جدتني الضحكة ايش يقول ده بهذا تعالوا فرقكم على اغرب منظر شفته على الطريق وانا طالع من مراكش لسويرة وهو منظر الغنم فوق الشجر الغنم بيطلع فوق الشجر ياكل والسياح بينزلوا يتصوروا ويصوروا الغنم مش مربوط ولا حاجة هو واقف عادي لكن تحسهم واقفين كأنهم تماثيل منظر غريب جدا ولما سألت عرفت ان هو ده بيحصل في الطبيعي ولكن هم هنا على الطريق بيعملوه بزيادة بيسهل لهم ان هم يطلعوا فوق هنا علشان منظر للسياح ينزلوا يتصوروا معاه ولكن لو دخلت جوه عند الأشجار هتلاقي أصلا الغنم بيطلع فوق كده عادي أنت في المغرب فلا تستغرب to Algeria we are happy to welcome you a great nation of football in Algeria we call Brazilian football. It's a. والله العظيم الانجليزيه مسكينه كتاكل الدق وحق الله حتى كتريني ولا شي حاجه كدير شي حاجه مهم وكتلقى بنان بران وكيدخل عندك الفيديو كيدير لك لايك كيدير لك شي كومونتير تقاتل الصوت راك غادي والله ما كتعرف وما تلقاش شي كومونتير من شي واحد كتعرفه قليل واحد ولا جوج والفرق ديال الناس كتعرفهم صحاب فاميليتك ما عرفتش من واش حاسدين كلا وحق الرب الى ولكن من المهم من الفقات اللي بدات فينا سير سير اخويا سير غاتوصل ان شاء الله سير سير واصل واصل انا هالمي قلت لكم انا هالمي ما سمعتوه ركزوا لي على جورجينو نسمع مع بعض انا مسكين مكتئبه من حتى الطياره ولا مكتئبه كتب لي مسكينه وقيله قهر الصاد بزاف مع دابا السعوديه عندهم الصاد بزاف وقيله داكشي علاش مسكينه غير كتشوف ما فاهمه والو هلو هلا ومرحبا اهلا بك جورجينا فرحانين براسنا فرحانه البدويه براسها كما كتشوفوا دارت السميسله ديالها هانتوما هانتوما دارت ديالها البدويه هانتوما كما كتشوفوا البدويه اليوم راس العام دارت ديبها دارت خويزمها دارت مكينتها دارت خويزمها ديال الجبال هانتوما كما كتشوفوا البدويه كي جيت ها حطيها هنا ابوسها ها هي سيت تاكل العصب لا عاود بوس بوس ولي النعمة ديالك بوس دور عندي واعر خليني دور عندي خليني نوض جبل
الحلقه المتاخره كيفاش تعملوها؟ عندو عندي شو واش بدويه ولا زمرويه؟ لا مدينيه صاحبي مدينيه. انتما خوتي هي فاطمه ولات معايا ريفيبا صرعاتك صرعتني وعطاتك حقك وعطاتني حقي. بقاشي كانون بقاشي طران بقاشي شي خبز الحرشه في الطاجين بحال حتى حاجه. شنو بقى؟ غير الزين يلا خاصك انت وياه. شتي ساكن دو قدامك، شتي ساكن، غندورو للمراية بعدا، ركب ركب، ركب، ندورو للمراية، هاي، دور. والله العظيم إلا كيديرو الضحك في راسهم وحق الله، غيا فورماطا وهاد غيا.